لا سلامتك. الله يسلمك عدنان، شكرا. والله ما سويت شيء. ألف لا بأس عليك وما شفت شيء. الشر ما يجي. شكرا. عيالي قبل لا تصعدين لازم نتكلم. نواف انت من متى هني؟ من قبل لا تنزلين من سيارة الأستاذ عدنان. ايش فيك؟ ليش جاي هني؟ تبي تفضحني قدام الجيران؟ إذا ما تبينا نتكلم هني خلينا نروح مكان ثاني ونتكلم فيه. إي بس مو وقت، أنت تولي طالعة من المستشفى وتعبانة.